سحابا. تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت
والله
إليك يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.
وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم Mm-hmm.
الله هو الغني الحميد. ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وإن تدع مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء بالغيب. صدق الله العظيم. يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة قاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي وما يستوي الأحياء
صدق الله العظيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولو Thank you.
أنت إلا نذير صدق الله العظيم. Yeah.
وبكل خلق عليم
شيئا يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. فالحكم لله
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالحكم لله
رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبادي. لينذر يوم التلاقي، لله الواحد القهار. رفيع الدرجات ظل لا ظلم اليوم.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل عليه. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما فآوى والليل إذا سجى لم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عاجلا فأغني فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث شرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. اخوة الايمان والاسلام، فقد عشنا في هذه الساحة الطاهرة وكنا خاشعين لله تعالى ومنصتين لايات ربي تلاها علينا فضيلة القارئ العالم القرآني الدكتور حامد القطعاني القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمدينه الاسكندريه. اما على احدث واقوى مكبرات الصوت الحديثه والاناره الكهربائيه والفراشه الشعبيه والمعرض الفني، اطلبوا محلاتكم الكبرى، محلات ومخازن المتوكل على الله الحاج حماده عبد الخالق زغلول المقيم بمركز ومدينة ايتاي البارود. ونسأل الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا والبقاء لله وحده.